ديك لاباج اللي خرجت هذا الكلام باسمي وبلساني الوغ كو ما قلت حتى شي حاجه. هذيك لاباج غادي نلجا للقانون وغادي ندعيهم. ميمكنش انا لا اخلاقي ولا تربيتي ولا افكاري تسمح لي نهضر بهذه الطريقه على رجل كيف ما كان، سواء مغربي ولا خارجي. انا بالنسبه لي كنحترم الناس كاملين، هذا اولا. ثانيا ميمكنش نهضر هكا على الرجل المغربي وانا الاب ديالي مغربي والاخ ديالي مغربي والابن ديالي مغربي. العكس، انا الرجل المغربي فوق راسي وانا تزوجت رجل مغربي، فهذه الهضره كلها ما عندها حتى شي اساس من الصحه. ولكن اللي كيأسفني بزاف هو انه بمجرد ما كتخرج شي حاجه في صفحه ولو الناس ما تيتبينوش واش بصح هذيك الهضره قلتها بلساني، دغيا بداو لي كومونتير ودغيا بداو الناس كيعايروا. هذا راه مؤسف بزاف. خلينا بعدا نتاكدوا من الصحه ديال هاد المساله واش كاين ولا ما كاينش. وانا هذيك لاباج اللي خرجت هذا الكلام باسمي وبلساني الوغ كو ما قلت حتى شي حاجه، هذيك لاباج غادي نلجا للقانون وغادي ندعيهم.